أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في المؤتمر السنوي الخامس للتعليم الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان التعليم والمعلم خلق ثقافة التميز في المدارس. ونبدأ فعاليات هذا المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سيلقيها نيابة عنه سعادة مروان أحمد الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، فليتفضل سعادته مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الدكتورة أمل القبيسي، مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، أصحاب السعادة، السادة والسيدات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نحمد الله تعالى أن من علينا بقيادة رشيدة تولي الإنسان جل اهتمامها، ويحظى التعليم والعاملين فيه ببالغ رعايته، وهو ما يضعنا في وزارة التربية والتعليم أمام تحديات كبيرة، في مقدمتها حتمية مواكبة مسيرة التعليم لما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من ازدهار ورخاء في ظل قيادة وتوجيهات صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كما أرحب بكم أيها الحضور الكريم وأنقل لكم تحيات معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، الذي تعذر وجود معاليه اليوم لمهمة رسمية خارج الدولة. وأشكر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأخص بالذكر سعادة الأخ الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز على دعوتنا لهذا المؤتمر الذي يأتي في دورته الخامسة لمناقشة واحدة من أهم قضايا التعليم المعاصرة التي تواجهها النظم التربوية في العالم، والتي نجح القائمون على تنظيم المؤتمر في تحديد خلاصتها تحت عنوان التعليم والمعلم خلق ثقافة التميز في المدارس. وهذه هي الإشكالية الحقيقية التي تشغل الآن فكر المسؤولين عن رسم السياسات التعليمية في الدول المتقدمة والمؤسسات التعليمية. لقد اختار مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهو الرائد في مجال البحوث عربياً ودولياً، المعادلة الصعبة، معادلة التعليم والمعلم والتميز. ونجح المركز في استقطاب مجموعة كبيرة من المسؤولين وصناع القرار ونشهود لهم محلياً وعالمياً لمناقشة هذه المعادلة وبلورة رؤية عملية حولها. الحضور الكريم، مما لا شك فيه أن مهنة التعليم تواجه تحديات عالمية حقيقية، ومعها المعلم والمدرسة، وهذا ما حذرت منه المنظمات الدولية ومنظمة اليونسكو خاصة قبل عام في تقريرها الرسمي، وأكدت فيه مجموعة من الحقائق والمعدلات المؤرقة للنظم التعليمية. فمثلاً دعت إلى ضرورة استحداث 1.5 مليون وظيفة جديدة لتعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2015، وتوظيف 3.6 مليون معلم ليحلوا محل المعلمين الذين سيتركون وظائفهم بحلول العام المقبل، إلى جانب توفير 33 مليون معلم إضافي
لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2030. كما أكدت اليونسكو أنه أكثر من 58% من البلدان في العالم تفتقر إلى ما يكفي من المعلمين لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي. كما أكدت أن الدول العربية تحتل المرتبة الثانية في قائمة العجز في عدد معلمي المرحلة الابتدائية، وأن الأزمة ستزداد بحلول عام 2030 مع الزيادة الهائلة في السكان، والتي سيصاحبها وجود 9.5 مليون طالب إضافي. تلك هي بعض ملامح التحديات العالمية وغيرها في قضايا التنمية المستدامة التي تعاملت معها دولة الإمارات في وقت مبكر، وعملت على تجاوزها بمجموعة من السياسات التطويرية الطموحة التي أفرزت بدورها سلسلة إنجازات عالمية على صعيد التعليم وغيره. نذكر منها على سبيل المثال تقدم الدولة 7 مراكز دفعة واحدة لتصل إلى المركز 12 بين 144 دولة على مستوى التنافسية العالمية، وصول الدولة إلى المركز 38 على التعليم والصحة، وإلى المركز 13 في جودة التعليم الأساسي، فضلاً عن ارتفاع المعدل الصافي للالتحاق بالتعليم إلى 98%. تقدم الدولة إلى المستوى العالمي المتوسط العالمي ووصولها إلى المركز الأول عربياً في الاختبارات الدولية. تقدم جامعة الإمارات ضمن قائمة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم. من هذه المؤشرات وطموحات دولتنا وتطلعاتها تمضي وزارة التربية والتعليم في طريق التطوير الشامل، وهي تدرك أهمية العنصر البشري ودوره الرئيس، وتعول على المعلمين بشكل خاص في إحداث التحول المطلوب في مسيرتنا التعليمية، كما تتطلع إلى العنصر المواطن على وجه التحديد لإعداد أبناء الدولة للمستقبل والحياة، وتعد تأهيل الأجيال لنا مسؤولية وطنية ينبغي أن يتفاعل معها كل مواطن يؤمن بقيمة مهنة التعليم ورسالتها وأهميتها في مسيرة التنمية المستدامة. أن وزارة التربية والتعليم تدرك كذلك قيمة وقدر ووجود العنصر المواطن على رأس العمل التربوي وفي قلب العملية التعليمية في مدارسنا، ومن أجل ذلك استحدثت نظاماً متطوراً لاستقطاب العناصر المواطنة ولا سيما المواطنين الذكور للعمل في مهنة التدريس، وهو تحد تواجهه الوزارة بسبب تفضيل المواطنين لوظائف أخرى. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ نفذت الوزارة سلسلة من الخطوات المهمة الرامية إلى تحسين أوضاع المعلمين المادية والمهنية، اشتملت على تطوير المدارس والارتقاء بمستويات بنيتها التحتية ومرافقها، وتوفير مناخ الإبداع والابتكار والتميز في المجتمع المدرسي، توفير سلة من الحوافز الأدبية بجانب إلى آليات محددة للترقيات، تطوير إجراءات التعيين لضمان توظيف معلمي من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية والمهنية، التوجه نحو اعتماد نظام لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية دولية معتمدة، تنفيذ برامج تطوير القيادات المدرسية، استحداث حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة التي بدأت الوزارة بتنفيذها العام الحالي، كما فتحت الباب أمام التربويين بمن فيهم المعلمين للدراسات العليا مع إقرار حزمة من التسهيلات الخاصة بالإجازات الدراسية لتمكين المعلمين وغيرهم من الحصول على درجتي الدكتوراه والماجستير. أن وزارة التربية تتطلع إلى تحقيق التنافسية العالمية في التعليم من خلال إنجاز التطوير الشامل والمتكامل التي تضمنته رؤية الإمارات 2021 وأقرته الأجندة الوطنية، وصولاً لنظام تعليم من الطراز الأول، وهذا هو هدفنا الذي نعمل عليه بالتعاون المثمر مع جميع الشركاء الاستراتيجيين من مجالس التعليم والهيئات والمؤسسات المتخصصة، وهو الهدف نفسه الذي نأمل في تحقيقه بفكر ومسؤولية عناصرنا البشرية المواطنة من أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية ممن يسخر الميدان التربوي بخبرتهم. من جملة التحديات التي تواجهنا وما نأمله
ونتطلع إلى تحقيقه من أهداف، نرى أن مؤتمر اليوم يمثل فرصة مهمة لوزارة التربية وشركائها في بناء أجيال الدولة. نرى المؤتمر بهذا الحشد الكبير من المسؤولين والخبراء فرصة حقيقية لتعزيز توجهاتنا نحو توفير خدمات تعليمية عالية الجودة والتميز في مدارسنا، وتوفير أفضل الممارسات التربوية لمعلمينا، وهو أساس تقدمنا وهم قادة التغيير والتطوير الذي ننشده لمسيرتنا التعليمية. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لطرح قضية بالغة الأهمية، والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذا الحدث الكبير، ولكم أيها الحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة الأستاذ مروان أحمد الصوالح. والآن يشرفني دعوة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، مدير عام مجلس أبو ظبي للتعليم، لإلقاء كلمتها، فلتتفضل معاليها مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الأخ مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، أصحاب السعادة، الزملاء التربويون، الأخوات والأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني بداية أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لسعادة الأخ الدكتور جمال سند السويدي ولمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على اهتمامهم البالغ بموضوع التعليم والالتزام السنوي والدائم بتنظيم مثل هذه المؤتمرات السنوية الهامة، الذي أصبح أحد أبرز الملتقيات الوطنية والإقليمية التي تضع التعليم في إطاره الاستراتيجي كأحد أهم مكونات بناء الأمة ومحرك أساس لبناء رأس المال البشري ومنصة رئيسية لترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية كدعامة للاستقرار المجتمعي. ومن هذا المنطلق الاستراتيجي للبحث حول مستقبل التعليم في دولة الإمارات وفي سائر الدول العالم، يأتي هذا الاختيار الموفق لموضوع مؤتمرنا هذا العام: التعليم والمعلم وخلق ثقافة التميز في المدارس. لقد كانت رحلتنا في التعليم متوازية مع رحلتنا في بناء دولتنا، دولة الإمارات. فالإمارات نموذج فخر لشعب ترعاه قيادة لا تدخر جهدا في احتضان ودعم وتهيئة أبنائها وبناتها لاعتلاء هامات الريادة والتميز. قيادة محور اهتمامها أن يكون شعبها في الريادة. قيادة استثمرت في الإنسان، فكان هو الأساس الذي قام عليه البنيان. ودولة قلبها ينبض بحب قيادتها، وشعبها يدين بالولاء لقائد مسيرتها، وسواعد أبنائها وبناتها تسابق الزمن في بناء حضارتها. فتطور دولتنا بفضل هذه الرؤى الحكيمة التي حولتها إلى أحد أهم دول العالم على كامل المؤشرات، هو تطور كان لابد أن يوازيه تطور في التعليم. ولذلك وضعت قيادتنا الرشيدة الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة المتوازنة. إن ذلك التطور في نظام التعليم كان جزءاً من رؤية الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها، الذي فهم أن أهمية التعليم في نشأة الجيل ودفع عجلة المستقبل. فقال رحمه الله: إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي.
لذلك أسس الدولة على مبدأ العلم، وأن العلم هو حجر الأساس في بناء الإنسان، فزرع فينا جميعاً حب العلم وشغف التعلم، كما علمنا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه حين قال: يجب التزود بالعلوم الحديثة والمعارف الواسعة والإقبال عليها بروح عالية ورغبة صادقة على طرق مجالات العمل كافة، حتى تتمكن الإمارات خلال الألفية الثالثة من تحقيق نقلة حضارية واسعة. وبالفعل حققنا قفزات واسعة، والمؤشرات العالمية ذكرها أخي الأخ مروان قبل قليل هي شاهد دليل على المكانة العالية التي تتمنى تتوصل إليها دولة الإمارات حاليا. إن هذا التطور الكبير الذي تشهده اليوم المنظومة التعليمية بدولة الإمارات عموما وكذلك في أبوظبي تحديدا ما هو أيضا إلا نتاج للرؤية الثاقبة والدعم اللامحدود الذي يوليه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، فبمتابعته الدؤوبة لطلبة العلم وتشجيعهم على التفوق والإبداع سعياً نحو اقتصاد قائم على المعرفة وإيماناً منه أن التعليم أولاً نبراساً ورؤية ونهجاً حاضراً ومستقبلاً. التعليم أولاً أيها الجمع الكريم، ذلك هو المرتكز الذي حددته الخطة الاستراتيجية لرؤية الإمارات 2021 ولإمارة أبوظبي 2030، فالتعليم هو أحد أهم ممكنات الانتقال إلى اقتصاد المعرفة. التعليم أولاً لأن بناء الإنسان هو الأولوية وهو سبيل لبناء الأوطان، والتعليم أولاً لأن المعرفة هي طريقنا لامتلاك ناصية المستقبل وتحقيق طموحات الدولة وشعبها والإنسانية جمعا. فبوركت كل تلك الجهود المخلصة التي بفضلها أصبح التعليم في دولة الإمارات قمة الأولويات، ووضعت أحدث الاستراتيجيات ليكون ضمن أفضل النظم التعليمية وبأرقى المعايير العالمية. واليوم ونحن جميعا نحمل مسؤولية التعليم، يجب أن نتساءل: ما هي وجهة رحلتنا؟ كيف نستطيع أن نستكمل تلك المسيرة العطرة؟ وأي جيل ستخرجه مدارسنا؟ وأي قيم سيحملون؟ وأي إنجازات ستترك بصمتهم على العالم كما خلدها مؤسسي دولتنا الحبيب؟ اليوم مسؤوليتنا كتربويين وقياديين ومعلمين أن نحقق رؤية دولتنا وقيادتنا التي تركز على أن العنصر البشري هو الركن الأساس للوصول للأهداف وتحقيق الطموحات، ولكننا أيضا في زمن أصبح التغيير سمته الأساسية، لذلك الثابت فيه هو الإنسان بموادئه ومنظومته القيمية. فحددت رؤيتنا للمستقبل الاقتصاد المبني على المعرفة كأحد أهم بوابات النمو الاقتصادي، ويتطلب أن نعد أجيال فعلا قادرة على إنتاج المعرفة وليس فقط استهلاكها. إن نجاحنا في المستقبل سيعتمد على مدى نجاحنا في التعامل مع إنتاج المعرفة، وعليه فإن الابتكار والإبداع هما من أهم مفاتيح عصر الذكاء البشري، وسيكون هو العملة الأصعب في زمن سيعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. فإعداد الإنسان لكل تلك المتغيرات لن تتم إلا عن طريق التعليم، لذلك تستوجب منا أن نعيد النظر أيضا في مقاربتنا للعملية التعليمية، فنخطو على عتبات عالم جديد يتغير فيه الكثير، ولكن نحتاج لبوصلة الشمال فيها ثابت، إن تلك الثوابت هي قيمنا الراسخة وهويتنا الوطنية التي ننطلق منها نتعامل مع المتغيرات ولكن دون أن تغيرنا، وقيمنا الأخلاقية والاجتماعية ومكونات هويتنا ستحدد كيف نتعامل مع هذه المتغيرات. ولا أبالغ إن قلت أنها ستكون هي المداد الذي سيكتب به تاريخنا، سنغير ونتعامل مع هذه المتغيرات ولكن في إطار هويتنا. إن تلك الرؤية واضحة لنا جميعا، فماذا نريد من منظومتنا التعليمية إذن؟ نريد أن تصبح الهوية الوطنية هي الأساس في كل ما نعمل، نريد جيلا منتجا منتميا لوطنه يؤمن بالعمل والعطاء
من أجل نفع أهله ومجتمعه، ويتشبث بالولاء لقيادته. ولن يكون لنا ذلك إن لم يرتبط العلم بالحياة ويرتبط المستقبل بالتاريخ. نريد أن نصنع جيلاً قادر على التعامل مع تحديات المستقبل، يمتلك مهارات القرن 21 التي تجعله متميزاً ومنافساً في عالم سيختلف عن عالمنا. نريد أن يكتسب المتعلمين مهارات الحياة كما يكتسبون المعارف، فيعملون معنا ويعملون معاً ويتبادلون المعارف، ويكمل كل منهم قدرات الآخر، ويحترم كل منهم رأي الآخر. نريد نظاماً تعليمياً يمنح الطالب قدرات اكتساب المعرفة للمعرفة نفسها، لأن المعرفة الإنسانية التراكمية التي تتضاعف كانت كل قرن ونصف أصبحت تتضاعف الآن كل 12 شهراً. نريد نظاماً تعليمياً يكون محوره الأساسي هو الطالب، مما يمكن طلبتنا من إنتاج المعرفة لنصبح اقتصادنا قائم على المعرفة. ولنحقق كل ما نريد يجب أن يكون لدينا معلماً محفزاً على التفكير. فالمعرفة تبدأ بسؤال، ومعلمينا يحتاجون لأن يصبح السؤال الذي يلهب الخيال ويشعل السباق تجاه المعرفة. قد تبدو المسؤولية كبيرة، ولكن الدور التاريخي للمعلمين كان دور صانع المستقبل، وقيادتنا تؤمن بشكل كبير أننا نستطيع أن نجترح المعجزات كما فعلنا منذ تأسيس دولة الإمارات. لذلك عكف مجلس أبوظبي للتعليم وفق رؤية حكيمة وبدعم مباشر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم، على بناء منظومة تعلم متكاملة محورها الطالب. ولكن وضع الطالب في قلب عملية التعلم يستوجب تطوير أداء المعلمين واستراتيجيات التعليم وتطوير بيئة التعلم لتصبح بيئة تتكامل فيها تطوير مهارات اكتساب المعرفة وإنتاجها، ومهارات الحياة ومهارات القرن 21. لقد سعينا لأن تكون المدرسة أكثر من مجرد مكان لتلقي العلم، ولأن يكون المعلم أكثر من مجرد أداة لنقل المعرفة. وفي كل مراجعة وفي كل استحداث لاستراتيجياتنا لتطوير التعليم نسأل أنفسنا كيف يمكن أن نحقق قفزات نوعية تتماشى مع التطور الحاصل في العصر، لا سيما وأن التحدي هو بناء جيل قادر على تحقيق طموحات الدولة. إن تلك قفزة كبرى، وكأي تحول كبير لا يمكن أن يتم فقط على مستوى التعليم، لا بد أن يشترك فيه الجميع من صناع السياسات إلى أفراد المجتمع. إن تطوير هذه السياسات التعليمية اعتمد على النظر في تطوير العديد من جوانب التعليم، وإن كانت معظم الجهود تنصب على تطوير مناهج الدراسية وتنويع طرق وأساليب التدريس وتقييم الطلبة، غير أن أهم الجوانب التي ارتبطت دائماً بجودة التعليم هي تطوير أداء المعلمين. ولكن تطوير أداء المعلم ربما يتطلب استعادة لدور المعلم منذ فجر التعليم، دور المحفز على اكتساب المعرفة، ذلك الدور الذي لعبه الفلاسفة والمفكرين مع تلاميذهم وتابعيهم، حيث كان السؤال هو اللحظة التي يبدأ فيها باكتشاف المعرفة. العودة لذلك الدور الأساسي للمعلم أصبحت أكثر أهمية مما كانت عليه قبل عقد من الزمان. ففي الوقت الذي أصبح فيه التعلم الذكي والإلكتروني حقيقة، لا سيما في قدرته على نقل المعرفة بشكل أسرع، فإن الدور الإنساني للمعلم أصبح أكثر أهمية وحيوية. نستطيع أن نعطي المعلم برامج تدريبية كثيرة، ولكن لا نستطيع أن ندربه كيف التعامل على المستوى الإنساني يكون. برنامجاً إلكترونياً قد يكون له قدرة كبيرة على توفير المعارف العلمية بشكل أكثر كفاءة وجاذبية من قدرات العديد من المعلمين، لكن ذلك البرنامج الإلكتروني يفتقد القدرة البشرية على خلق الروابط الإنسانية وإذكاء الفكر وفتح الآفاق لاحتمالات قد لا تكون واردة. إننا نحتاج فعلاً إلى البعد الإنساني للمعلم، وذلك كي لا يصبح التعليم مجرد وظيفة، بل التعليم خدمة وطنية وإنسانية. واسمحوا لي في هذا المقام أن أتشرف بأن أكون أحد هؤلاء المعلمين،
فمهنة التدريس مهنة جليلة وشريفة، سواء كنا نمارسها على مستوى المدارس أو في الجامعات. ومن خلال خبرتي المتواضعة في هذا المجال، لن أستعرض جوانب العلمية في مجال تطوير المعلم، لكن اسمحوا لي أن أشارككم في تجربة شخصية وبعض التجارب الشخصية التي بينت انعكاساتها في جوانب ما يجب أن يكون أيضاً نحن عليه دورنا كمعلم. من خلال تجربتي في تدريس في قسم الهندسة المعمارية بجامعة الإمارات، وفي أول عام التحقت به في هذه الجامعة العظيمة، كان لدينا مساقات تطرح للطلبة وللطالبات. فأول ما انضميت وجدت أن كل المساقات المدرجة لي عند الطالبات، فاستفسرت لا يطرح نفس المساق أيضا لدى الطلبة؟ ذكروا نعم. لماذا إذا لم يوضع في جدول؟ قال لا تحتاجين لذلك، لأن قد يعني تواجهت بعض المصاعب أو التحديات معهم من حيث الالتزام، من حيث أيضا الحضور، أو من حيث أيضا أن حصولهم تكون على درجات متفوقة. لذلك طلب بشدة أن لا سأدرس طلاب والطالبات. وكانت الفكرة العامة أن مستوى التحصيل العلمي لدى الطلبة يختلف عن الطالبات، يتدنى عنه. لذلك من هذه التجربة التي استفدت منها كثيرا، التحقت بهذا في أول التحاق لجامعة الإمارات، وجدت أن الطلبة بالعكس كان لديهم الالتزام، كان لديهم الاحترام، وكان لديهم العمل أيضا الجاد، وحصلوا على درجات متفوقة فيها. فعندما سألوني بعض الزملاء ما سر ذلك، وكيف أن طالب يحصل على علامة متدنية في مساقات أخرى ويحصل على امتياز في ذلك، ذكرت أن العامل الرئيس احترام الطلبة، تعزيز الثقة فيهم. لم يسمعوا مني يوما مقارنة، ولم يسمعوا مني يوما تأثيرا سلبيا عليهم، بالعكس كنت دائما داعمة لهم. هذا خلق لدى الطالب قدرة على أن يرى إمكانيات الحقيقية لديه، وهنا البعد الإنساني لدى المعلم في دعمه، وأن يرى لدى الطالب ما يستطيع فعلا أن يلتمس منه من جوانب تميز، جوانب تميز يرتكز فيها ويستطيع أن ينطلق به منها إلى جوانب تبني ثقته في قدراته الشخصية، ويستطيع أن يحقق منها التميز الذي نريد أن نخلقه في المدارس. فتحقيق قفزة في تطوير المعلم لابد أيضا سيمر بمراحل أيضا مختلفة، منها التطوير الوظيفي وتطوير بيئة التعلم ووضع الأسس التي تمكن المعلم من أداء الدور الموجه والملهم. وأيضا تطوير أداء المعلم يبدأ بتحديد ما هو المخرج النهائي لأداء المعلم الذي نرتجيه. ففي عصر يصبح فيه التفكير الإبداعي الخلاق والقدرة على إنتاج المعرفة أحد أهم المرتكزات لدينا، فالحاجة تصبح ماسة لجيل من المعلمين قادر على إلهام الطلبة وتوسيع مداركهم وترسيخ قيمة التفكير التحليلي واستخدام أيضا المعطيات البحثية والتفكير خارج الأطر التقليدية. وأيضا تطوير أداء المعلمين يتطلب رفع قيمة التعليم في المجتمع، إن تغيير النظرة المجتمعية للمعلم من كونه مقدم الخدمة إلى كونه مصدر إلهام تتطلب تغيير وجهة النظر المجتمعية للمعلمين ورفع درجة تقدير المجتمع للمعلم. ولا يمكن أن يحدث ذلك دون جهد منسق من كافة فعاليات المجتمع وليس فقط المؤسسات التعليمية والتربوية لتغيير النظرة السائدة. كما ذلك يتطلب تطوير نظام الحوافز المادية والمعنوية للمعلمين الذي سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الجهات التربوية على اجتذاب أفضل المهارات لسلك التعليم. وأيضا من وجهة نظرنا دعم وتحسين أداء المعلمين في الدولة يتطلب أن يبدأ النظر في تحفيز المعلمين على الابتكار والتطوير في وسائل وتقنيات تحفيز التعلم ومشاركة في تلك التجارب. وهذا المنبر اليوم في هذا المؤتمر أحد الأمثلة على ذلك. وكذلك نحتاج إلى تطوير مركز للتميز لتجارب التعليم يقوم برصد وتحليل أفضل التجارب في تطوير تجربة التعلم
وتوثيقها ونشرها ودعم وتقدير المعلم المتميز، وذلك ليصبح لنا مرجعية لتطوير التعلم والتعليم في كافة أنحاء الدولة. من ناحية أخرى أيضاً، فإن تطوير دور المعلم لا يمكن أن يتم بمعزل عن تطوير دوره الاجتماعي، فأي دور توجيهي أو محفز له لا يمكن أن يتم بشكل صحيح داخل فقط جدران الفصل. إن تطوير دور المعلم كموجه للفكر يتطلب تطوير الدور الاجتماعي للمدرسة وللمعلم، بحيث تصبح الروابط بين المعلمين والطلاب وأولياء أمورهم ومجتمعهم أكثر قوة. إن ذلك يتطلب بناء شراكة فاعلة بين المعلمين وأولياء الأمور، وهو دور لا نكاد أن نرى له منصات مستدامة للأسف في منظومتنا التربوية، بخلاف اللقاءات الدورية التي تقوم على أساس التقييم الفصلي لأداء الطالب. من المهم أن نطور جسور علاقات إنسانية بين أولياء الأمور والمعلمين، لأن في النهاية المعلم هو ولي أمر للطالب أثناء ساعات أيضاً الدوام المدرسي، وإلا فإننا نخاطر بأن تظل صورة المعلم من وجهة نظر أولياء الأمور محصورة في إطار تقييمهم لأبنائهم فقط. وأخيراً، فإن تطوير دور المعلم يرتبط بشكل أساسي بعلاقة المعلم والطالب، وحالياً فإن أحد أهم الروابط بين الطالب والمعلم للأسف هي الدرجات، والتي تجعل من المعلم أصبح مقيم. وفي هذا يحضرني ربما تجربة أخرى، اسمحوا لي أن أذكرها. في أحد المساقات أيضاً التي كنت أدرسها بجامعة الإمارات، وكان هنالك موعد لامتحان من امتحانات الفصلية هامة ترصد عليها الدرجات الطلبة لدينا، وكان هذا المساق يعتبر في المرحلة النهائية يعني قبل التخرج للطلبة الموجودين. فجاءني أحد الطلبة المتميزين لدي، أولاً بعدم حضوره في البداية، ثانياً حضر ولكن ذكر أنه لن يستطيع تقديم هذا الامتحان. وعندما تساءلت عن السبب اعتذر وقال: احتراماً لأستاذي حضرت لك، أخطرك شخصياً أنني لن أستطيع الانضمام، ليس فقط لهذا الامتحان، ولكني أنوي أن أخرج من الآن لأنسحب من الجامعة. فكانت ردة الفعل أن استغربت أن طالب ما شاء الله متميز يصل إلى هذه النفسية. فأمام مثل هذا دورنا كامتحانات ومقيمين ودرجات مسؤولين عنها، هل هو هذا اللي ينحصر فيه؟ أم الأهم أن ننظر إلى مصلحة الطالب وإلى ما يمكن أن يكون دورنا أيضاً كمرشدين، كموجهين، كأيضاً أحياناً نتعامل معهم كزملاء من بوابة الاحترام، لأن نعرف أيضاً احتياجاتهم والمراحل والظروف التي قد يمر فيها طلبتنا، قد تجعلنا النظرة التي قد نأخذها بأن هذا طالب لم يدرس وأتى لم يريد يقدم الامتحان تنقلنا إلى مستوى آخر، أن هذا الطالب لديه قد فعلاً ظروف تمنعه من ذلك. وبعد سؤاله أوقفت الامتحان وتساءلت معه: شو السبب أنك ما تريد تقدم؟ ذكر أنه كان لديه تقييم لمشروع تخرجه في اليوم السابق، وأن للأسف كان لم يحصل على التقدير أو لم يحصل على الأسلوب الذي كان يرتضيه في التعامل أثناء تقييمه، وهذا خلق لديه ردة فعل سلبية جعلته غير قادر على المذاكرة وغير قادر على تقديم أي امتحان. أوقفت الامتحان ذاته وذكرت له أن زملائك سيكونون هم داعمين لك ونتحدث في هذا الموضوع لأن تخرج منه بنتيجة. وفعلا بعد ما نظرنا أن إذا أنت انسحبت الآن ستكون أثبت أنك لست على قدر المسؤولية وأن التقييم الذي حصلت فيه كان على مكان في مكانه، وبالتالي دورك أن يكون عندك فرصة ثانية وتستطيع التقديم من خلالها، وأيضا بعد سنكون داعمين لك. هذا الطالب اليوم أفتخر أن يكون أحد القيادات الموجودة في أحد أهم الدوائر الموجودة لدينا في الدولة. عندما أنظر له أو ألتقي في مكان أكون شاكرة لأنه جعلني أعرف الفرق ما بين درجة امتحان وما بين مستقبل إنسان.
ما بين دورنا الرئيسي كمعلمين أن نحن ليس مقيمين، هذا جزء من عملنا نعم، لكن عملنا الإنساني البعد الإنساني موجهين أن نستطيع كيف أن نرى الفرص في أبنائنا وكيف أن ندعم فيهم ثقتهم بأنفسهم وأن ننطلق منهم لخلق آفاق التميز في مدارسنا. فهذا جانب وددت أن أشارككم فيه لأن أعتقد يعطي تجربة شخصية أو فعلية على مدى نحن مؤثرات كل دور معلم في مدرسته في كل صف إلى أي مدى ممكن تلمس كل جانب من أبنائنا وبناتنا الموجودين لديهم في هذه المدارس. فإعادة هندسة دور المعلم في العملية التربوية يتطلب إعادة النظر في أدوات التقييم أيضاً المتاحة للمعلم، فمعظم أدوات القياس الحالية ترتكز على استعادة المعارف، وهذا قد يخدم جزء من مخرجات العملية التعليمية لكن يغفل عن أجزاء بالغة الأهمية منها التفكير الإبداعي ومهارات حل المشكلات لديهم والنقد التحليلي. فإعادة رسم شكل العلاقة بين المعلم والطلاب تحتم إعادة تصميم وسائل القياس أيضاً الحالية بشكل يخدم تحقيق أهداف أي وسيلة قياس ولكن دون الإضرار بالمحصلة النهائية المطلوبة لمنظومة التعليم. الأخوات والأخوة الحضور، إن تطوير دور المعلم جزء أساسي من تطوير التعليم، ومن وجهة نظر واضع السياسات التربوية فإن عوامل مختلفة تجعل تطوير استراتيجية متكاملة لتطوير دور المعلم ونوعية مساهمته في بناء شخصية الطالب تتطلب عملاً خارج أيضاً إطار المؤسسات التربوية. والبدء بتطوير دور المعلم يبدأ في التعليم العالي وينتهي بالخطاب المجتمعي، مروراً بجميع جهود التطوير الوظيفي داخل المؤسسات التربوية وجهود تحفيز المعلمين لتحديد أفضل التجارب التعليمية ونشرها. ومن هذا المنبر اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لجميع جامعاتنا الوطنية، هذه الجامعات العريقة وعلى رأسها جامعة الإمارات وتحديداً كلية التربية بجامعة الإمارات، على تخريجهم أجيالاً من المعلمين الأكفاء الذين نفخر بهم وبوجودهم في مدارسنا وجامعاتنا أيضاً الأخرى التي تخرج العديد منهم. وقد شارك مجلس أبوظبي في التعليم مؤخراً في استبيان لمنظمة التعاون الاقتصادي الـ OECD، هذا الاستبيان عن المعلمين والتعلم وشمل دول كثيرة من العالم. كان لنا الشرف ممثلين إمارة أبوظبي دولة الإمارات عن طريق مجلس أبوظبي التعليم أن نشارك فيه ونكون الدولة العربية الوحيدة التي شاركت فيه. وأيضا من خلال قياس مدى الدورات التدريبية ومدى الدعم للمعلمين الموجود، كانت دولة الإمارات ممثلة في مجلس أبوظبي للتعليم مشاركتها في هذا الاستبيان العالمي أكثر نسبة من حيث عدد المدارس المشاركة في مثل هذا الاستبيان. كذلك نتشرف أيضا أنها حصلت على مراكز متقدمة في مدى الدعم الذي يقدم للمعلمين داخل إطار المدرسي من خلال التطوير المهني بمراحل مختلفة، وصل إلى مصاف الدول المتقدمة مثل سنغافورة وبلجيكا وفنلندا ودول عديدة عالمية معروفة بتجربات الرائدة في مجال التعليم. كل ذلك يجعلنا يعني نتحفز أكثر لأن نستمر في هذا التطوير المهني للمعلمين والذي هو واجب على كل مؤسسة تربوية، ولكن أيضا يجعلنا يجب أن نكون في شراكة فاعلة حقيقية معهم لنعرف فعلا هم ما يحتاجون، وأن يكون المعلم أيضا يرى ما الفائدة من وراء هذا التطوير المهني، ما هي الآفاق المستقبلية له مهنيا من خلاله، وكيف يتعمل للتطور أفقيا وللتطور أيضا رأسيا في مجال مهنته ووظيفته، وكيف ممكن أن يستحصل منه على شهادات مختلفة تمكن سواء كانت في مجال طريق شهادات الدراسات العليا أو أيضا أي شهادات تخصصية يسعى إليها، وأيضا تجعله ممكن
من خلال فصله أن يستطيع أن يوجه كل طاقاته وكل تميزه وثقافته لأن يقدم الدعم المطلوب لأبنائنا في تقديم العلم والتعلم المطلوب. ونحن أيضا خلال إن شاء الله الأيام القليلة القادمة سنحتفل جميعا إن شاء الله في دولة الإمارات بيوم المعلم في 5 أكتوبر. لذلك اسمحوا لي بأن أقف وقفة فعلا اعتزاز وإجلال وتقدير لجميع معلماتنا ومعلمينا على أرض دولة الإمارات، وأن نقول لهم جميعا أننا فخورون بهم، فخورين بإنجازاتهم، فخورين بعطاءاتهم، فخورين بما قدموه ولا زالوا يقدمونه كل يوم لأبنائنا وبناتنا، فهم قدوتهم، هم فعلا القدوة لهم، وهم صانعي عقول أجيال المستقبل. وباسمكم جميعا نقول لهم شكرا. شكرا معلمينا، شكرا على ما تقدمونه، شكرا على نهوضكم كل صباح للذهاب إلى المدرسة لترعون مستقبل أبنائنا. برغم كل التحديات، برغم كل الظروف، شكرا على تواجدكم كل يوم معهم بابتسامة مرسومة على وجوهكم. شكرا على احتوائكم لهم، شكرا على دعمكم لهم، شكرا على اجتهادكم ليس فقط على أنفسكم ولكن لتقدموا الأفضل لهم. نحن نعلم أن هنالك الكثير من المتطلبات، نعلم أن نحن طموحاتنا كثيرة وتطلعاتنا أكبر، ودولتنا وقيادتنا دائما تطمح إلى أن تكون في المقدمة، وهي إن شاء الله في المقدمة. لذلك هذا يجعل مسؤولية كبيرة على الجميع، من قيادات تربوية، معلمين، من كل من هو في الميدان وأيضا خارج الميدان، فواجب علينا أن نتكاتف في ذلك. نحن فخورين بهم وبما يقدمونه ويستحقون منا كل الثناء والدعم دائما، وأن يترجم ذلك عمليا على أرض الواقع معهم. أخيرا أخواتي وأخواني الحضور، اسمحوا لي على الإطالة، ولا شك أن ربط مؤتمر هام مثل هذا بين التعليم والمعلم لخلق ثقافة التميز هو فعلا اختيار وربط في محله. وبالتأكيد ونحن شاكرين لمركز الإمارات للدراسات على دائما اختيارهم المواضيع التي تمس احتياج الميدان بشكل مباشر، وهذا المؤتمر سيوفر منصة بالغة الأهمية لمناقشة العديد من القضايا المرتبطة بالمعلم ودوره وتطوير أدواره أيضا داخل الفصل الدراسي وخارجه. ونحن نتطلع لهذه النتائج، نتطلع لأن نترجمها على أرض الواقع ونستفيد منها لتلقي الضوء على جوانب كثيرة في تطوير دور هذا المعلم، سيساعدنا على استرجاع سياساتنا وتطويرها أيضا، نتعامل مع القضايا الحقيقية لتطوير دورهم كأداة أساسية في تطوير التعليم بشكل عام. ختاما أتمنى لجميع المشاركين في هذا المؤتمر النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي على هذه الكلمة. والآن مع كلمة سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز التي يشرفني أن ألقيها نيابة عن سعادته، وفيما يلي نص الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الصباح المملوء بالثقة والأمل والتفاؤل والعمل، نفتتح مؤتمرنا السنوي 5 للتعليم تحت عنوان التعليم والمعلم خلق ثقافة التميز في المدارس،
والذي نطمح من خلاله إلى تطوير واقع التعليم والمعلم بما يحقق الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة، ممثلة بسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، نحو الانتقال إلى مجتمع المعرفة وإنتاجها في غضون السنوات القليلة المقبلة بإذن الله تعالى. ويسعدني في هذه المناسبة أن أسجل تقديري وامتناني وعرفاني لسيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لما أولاه سموه من اهتمام خاص ورعاية كريمة لعقد هذا المؤتمر السنوي البالغ الأهمية. وقد حملني سموه تمنياته لجميع المشاركين من أكاديميين وباحثين ومناقشين أن تكلل جهودهم وبحوثهم العلمية بنجاح وتتوجها توصيات وخطط تبلور رؤى استراتيجية تصب في خدمة استراتيجيات المستقبل والأهداف التي عقد من أجلها مؤتمركم الموقر. السادة المشاركون، الحضور الكريم، لقد دأب مركزكم هذا مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية منذ تأسيسه في عام 1994 على مواكبة الحداثة ومتابعة أحدث النتاجات والتطورات الفكرية والعلمية والثقافية والتقنية في مجاليها النظري والتطبيقي على الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية، مع التركيز على الجانبين التعليمي والتربوي بصفتهما الأساس والركيزة الأولى لنهضة الأمم وتقدمها. فلا تقدم يمكن أن يتحقق لأي أمة من الأمم ما لم تعتمد المنهج والتفكير العلميين في رسم سياساتها واستراتيجياتها. لهذا فإن مؤتمرنا يعقد اليوم تنفيذاً لتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في هذا المجال، وعملاً بمقولته المعروفة يجب توفير أفضل الإمكانات التي من شأنها تزويد أبناء الوطن بالعلم والمعرفة وصقل مهاراتهم وخبراتهم وإعدادهم الإعداد الجيد للدخول إلى مجالات العمل كافة بروح عالية ورغبة صادقة حتى يظل عطاء الوطن متدفقاً في كل المجالات وفي جميع الظروف. إننا نتمنى لكم جميعاً أيها الحضور الكرام مفكرين وباحثين وخبراء كل التوفيق وسداد الخطى في بحوثكم ومناقشاتكم وتوصياتكم لإنجاح هذا المؤتمر بما يرفد السياسات التعليمية والتربوية بمزيد من التميز والإبداع لأجيالنا من الطلبة ولمستقبل واعد يضع دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبنا الكريم في المراتب المتقدمة الأولى للمجتمعات الإنسانية في العالم. وأخيراً أرجو لكم جميعاً أيها الأخوات والأخوة طيب الإقامة في ربوع أرضنا الطيبة، أرض دولة الإمارات العربية المتحدة. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع فترة الاستراحة لمدة 15 دقيقة نبدأ بعدها الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان البرامج الوطنية لإعداد وتطوير المعلمين رؤية تشخيصية.